مساء الخير. النهاردة معانا حكاية غريبة شوية، حكاية ليلى مراد وأنور وجدي اللي تحسها قصة تنفع تتعمل فيلم، وفيلم مشوق جدا كمان، كله مغامرات ومفاجآت. الفيديو ده بالتعاون مع محمد عيسى صاحب قناة عيسى. أتمنى أن أنتوا تبصوا على القناة، هو بيهتم بالسير الذاتية والقصص والترندات. هحط لكم الرابط بتاع القناة تحت في الوصف، وكمان هيطلع فوق في الآي. أتمنى أن أنتوا تبصوا على القناة، ولو عجبتكم تشتركوا. وعايز أشكره لأن السكريبت هو اللي كتبه، والحلقة هو اللي عمل لها إعداد، وكمان هيعمل لها المونتاج والإخراج. فأنا حابب أشكره على المجهود الكبير اللي هو عمله. أتمنى أن الفيديو ده يعجبكم، وأنا نلت الصفقة أن أنا أشتغل معاه لأول مرة عمري ما عملت ده، وأتمنى أن الفكرة تكون عجبكم. تعالوا نشوف القصة بتاعت أنور وجدي وليلى مراد. بيحكي الراحل صالح مرسي في كتاب ليلى مراد إن هي بتحكي له بنفسها عن قصة المعاناة اللي كانت بتعيشها مع أنور وجدي، وعن حالات الطلاق اللي كان دايما بيرددها على لسانه في أسهل وقت ممكن وفي أسهل ظروف ممكنة. بيقول صالح مرسي صحيت ليلى مراد في يوم من الأيام وهي مستعدة إن هي تصور بعض مشاهد من فيلم كانت بتستعد له، وإذ فجأة صوت مزعج جدا في البيت، وكأن البيت داخل على حرب من نوع آخر، أو بمعنى أصح في معركة هتقوم في الوقت ده. كان صوت الفنان الراحل أنور وجدي كان عالي جدا، الصوت طالع من المطبخ صارخا ولاعنا، وأطباق بتطير وحلل بتخبط. وبتكمل كلامها الفنانة ليلى مراد وبتقول إن كان وقتها صديقهم محمد البكار في المنزل، فسألته عن سبب الصراخ بتاع أنور وجدي. رد عليها بابتسامة خفيفة كده ولذيذة، أنور جوه في المطبخ بيعمل الأكلة اللي بيعشقها، أكلة دمشقية. سألته الفنانة تاني إيه سر الصراخ، إذ فجأة صوت أنور وجدي من خلفها بصوت عالي جدا، البيت مفهوش كمون يا ست هانم. قامت لفت للفنانة وهي تعلم جيدا ان سبب اللي هو فيه ده مش بسبب الكمون، بس اكيد في حاجة تانية مخلياه في الحالة دي. قامت وردت عليه بكل هدوء، وايه المشكلة في ده، نبعت نجيب كمون؟ رد عليها بصوت عالي جدا، ويعني طيب انت طالق يا ليلى. خرجت ليلى مراد وهي متضايقه جدا وعلى وشها علامات الغضب، متوجهه لفندق سميرة ميس علشان تقعد فيه يومين كراحه نفسيه ليها، وهي حامله لقب مطلقه لاول مره. والطلاق ده تسبب في حاله من القلق والتعب عاشتها الفنانه ليلى مراد، لحد ما اتدخل شقيقها ابراهيم ومنير اللي كانت بتربطهم علاقه قويه جدا بالفنان انور وجدي وعلاقه صداقه. ويمكن ده السبب اللي خلى انور وجدي يرجع في قراره، وترجع المية المجاريها، وترجع الفنان للفنان علشان تبدأ حياتهم من أول وجديد. معلومة، كان في كلمة شائعة للناس المقربة لليلى مراد بيقولوا فيها إن ليلى اتجوزت من رجل بلا قلب يعشق المال، ولكن ليلى كان دايما ردها إنها بتحبه جدا وإنها مش هتقدر إن هي تبعد عنه. ولكن في يوم من الأيام حست ليلى مراد بالخيانة من أنور وجدي، وإن في حاجة بتحصل من ورا ظهرها. قامت ليلى مراد استغلت حسها الفني ولجأت لحيلة ذكية جدا علشان تتأكد كد من الخيانة، وحطت خطة في منتهى الذكاء. اشترت مناديل وملاية لف علشان تبدأ في تنفيذ خطتها. في الساعة 10 مساء يوم معين من شهر يناير شديد البرودة، مطر ورعد وحاجة صعبة جدا، ركبت ليلى مراد عربيتها متوجهة الى العمارة اللي فيها انور وجدي وعشيقته. ودايما عشان الصديق مع صديقه وقت الشدة كانت مع الفنانة ليلى مراد صديقتها. وقفت العربية على باب العمارة، ونزلت ليلى مراد من العربية وهي لابسة الملاية، وطلبت من صديقتها ان هتفضل في العربية. ودخلت ليلى العمارة وكانت محتاجة تعرف في أي شقة يوجد العشيقة. قامت رايحة للبواب وسألته لو سمحت ممكن أعرف مكان الفنان أنور وجدي الممثل المشهور؟ رد عليها بطريقة غير متوقعة، أنت عايزة إيه يا ست أنتي، وعايزة إيه من الفنان؟ علشان طبعا مش بسهولة إن أي حد يسأل على فنان فبالتالي يروح له. فردت عليه الفنانة بذكاء شديد جدا وقالت له أنا الشغالة اللي جاية أشتغل عندهم وعاوزة أعرف شقة فين علشان أنا دايخة عليها بقالي أكتر من ساعتين.
الشعب البواب مشغل دماغه قال لها هو في شغاله تيجي تشتغل عند الناس الساعه 2 بالليل في وقت زي ده؟ قامت رد عليه برضه بذكاء وقالت له انا مش جايه اصلا علشان اشتغل، انا جايه علشان اتفق معاهم على ميعاد الشغل وامتى هننزل نشتغل. رد عليها البواب الاستاذ انور ساكن في الدور السادس. طلعت ليلى ولما قربت سمعت صوت انور وعشيقته وهم بيتكلموا باللغة الفرنسية، وقبل ما تخبط على الباب قررت فجأة انها تغير خطتها، فرجعت للعربية وطلبت من صديقتها انها تمشي، ودخلت الجراج وفيها عربية انور وجدي وكانت مفتوحة وقتها. دخلت العربية وقعدت في الكرسي القداماني منتظرة نزول انور وجدي اللي كان عمره ما كان بيبات برا البيت. والساعة 3 الفجر نزل انور وهو بيضحك مع عشيقته لويست وبيتكلم باللغة الفرنسية. قامت ليلى بالخروج من السيارة وقالت لعشيقة أنور وجدي أنا أسفة يا مدام أو يا أنسة أنا زوجته، وكانت ليلى بتعرف تتكلم اللغة الفرنسية. بيوصف المشهد ده الكاتب صالح مرسي بالمشهد المروع. الفنان أنور وجدي فضل واقف مذهول مش عارف يرد يقول ايه ولا عارف يتكلم ولا كلمة، كأن في حاجة مسكت لسانه. أما الفتاة الفرنسية فقعدت تبص يمين وشمال مرة للفنان أنور وجدي ومرة للفنانة ليلى مراد. قام رد فعل غير متوقع لليلى مراد، بتبتسم وبتقول هنفضل واقفين كده كتير، ما تتفضلوا نركب العربية. وبالفعل الثلاثة ركبوا العربية وانطلقت السيارة. وعلى حسب ما قاله صالح مرسي ان ليلى ما كانتش بتبطل كلام في العربية وبتتكلم باللغة الفرنسية مع لوسي وبتسألها عن باريس وجمال باريس وكأني لم يحدث اي شيء. بالاضافة لليلى بتسأل لوسي عجبتك مصر؟ اتمنى ان بلدنا تكون عجبتك. ولما وصلت الى مقر عش الزوجية مع وجدي سلمت ليلى مراد على لوسيك بحرارة جديدة جدا كأنها صديقتها منذ الطفولة، وامرت السواق ان يرجعها لمكان ما جابها. طلع الفنان انور وجدي مع الفنانة منتظر بحرارة جديدة. ايه اول كلمة ممكن تقولها الفنانة؟ ولكن كانت المفاجأة الصادمة لليلى كالعادة انها ما اتكلمتش نهائي عن اي شيء حصل، وقالت لانور وجدي تصبح على خير ودخلت اوضتها، وانور في الخارج منتظر لم ينام ابدا. حتى الساعة 9 الصبح ليلى نامت ساعتين او ثلاثة وقامت لمت كل شيء يخصها في البيت، وهي بتفتح باب الاوضة لقت وجدي لسه مكانه ما تحركش. قامت قايلاله انا ماشية يا انور، وهو في ذهول تام. قامت رجعت مكملة كلامها على فكرة أنا مش زعلانة، بالعكس أنا فرحانة جدا. رد أنور عليها أنت فرحانة علشان لقيتي جوزك مع عشيقته؟ هو في واحدة تفرح بكده؟ ردت عليه بابتسامة وبرود شديد جدا، أصل الناس دايما كانت بتقولي إن أنا متجوزة رجل بلا قلب يعشق المال فقط لا غير. رد على الفنان انور وجدي بسخريه كده، هو انت مفكره نفسك شكسبير؟ ردت عليه هي كمان برضو ببرود وبكامل اعصابها انا لا شكسبير ولا حاجه، انا بقول كل اللي انا حاساه، اشوف وشك بخير. خرجت ليلى وهي بتودع قصتها الغراميه مع انور وجدي بعد زواج دام 7 سنين دائت فيه الويلات مع انور وجدي. وعلى حسب كلام بعض المصادر ان الفنان انور وجدي كان دايما وهمها ان هي ما بتخلفش. بكده بتنتهي قصة المعاناة ما بين الفنان أنور وجدي والفنانة ليلى مراد. مصدر هتلاقوه في الوصف تحت. في نهاية الفيديو حابب أشكر الأستاذ محمود على الاستضافة الجميلة دي. أتمنى الفكرة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من القصة بتاعت النهاردة. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم ادعموا الأستاذ محمود بلايك وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجديدة أول بأول. قناتي هتلاقوها في أول كومنت. أتمنى تشرفوني. شكرا جدا ليكم. سلام.